فكرة. وعايزة أقول لك إن الستايلينج، الفود ستايلينج والفوتوغرافي، الفود فوتوغرافي أصعب أنواع التصوير. طبعا. بس يعني كل انتي الناس ازاي تتخيل. تقعي في التركة دي وانتي عارفة ازاي بيصوروا الأكل؟ اسكتي عشان ما يقع على الشاطر. وافتكرت بقى، واصلا من نوع من الشخصيات لما بصور احاول قدر الامكان يبقى الاكل اقرب للحقيقه، يعني ما اعملش التريكات اللي هي تخليكي تفتكري واو هو لا. فلترز يعني او المؤثرات او الحاجات الخفيفه اللي بس يا دوبك تنطق، اعلي من ناحيه، ازود من ناحيه، لكن ما اعملش كل التركيبه الفيك دي. ايوه. هم اصلا انا دي المشكله بقى. بشوف طبعاً. صور متصوره للاكل وبيعملوا بقى اللي هو الميكنج بتاعها ازاي بيعملوها، بلاقي ان هو اصلا الساندوتش ده مش ساندوتش، اللي هو الدوكو والطماطم دي مش طماطم ولا ده خس ودي مش جبنه، وده اصلا طلع مثلا حته بس. والله والله انا بشتغل كله مظبوط. واحيانا بيبقى صلصال لا حاجات كتير جدا قوي. لا حاجات كتير. لا ده بس ده اكتر الايس كريم عمره ما يبقى ايس كريم ده مبدئيا مستحيل. الايس كريم بالذات صعب جدا لان بيسيح طبعا، وانت تاخدي في كل صوره ساعه ساعه ونص. انا ده اجيب 50 كيلو ايس كريم ويبوظ واحط لي وراه، فده فيك. لكن 99% انا بشتغل مظبوط، يعني بحاول. ليه بقى؟ عشان لما تروحي المطعم ده تاكلي فتبقي انت مبسوطه بالاكل، مش انت اتخدعتي بالصوره. طب انا عايزه اسال حضرتك اصلا في البدايه، انا بحس ان لما حد يروح لمهنه ليها علاقه بالاكل يبقى هو اصلا بيحب الاكل او هو باشن. والله انا اتوقع كل ولا ملهاش علاقه. لا بيتهيألي ليها علاقه. انا بحب الاكل عامه وطباخه ماهره على فكره، ما انا ما بقتش احب اخش المطبخ. بس انا كنت ابتدت الحكايه، مش حكايه هقولها بسرعه عشان ما اضيعش وقتك، يعني انا كنت بفكر عايزه اعمل حاجه، اشتغل حاجه تبسطني واحبها وتبقى اون ماي تايم، يعني مش لازم مرتبطه بشغل ومرتبطه بحاجه، مفيش كوميتمنت. لا كنت عايزه حاجه براحتي يعني. فقلت هشتغل ايه؟ فوتوغرافي. فكنت بره في دبي فقررت ان ادرس فوتوغرافي. وبعدين جبت واحد ارجنتيني في وقتها فبقول له تيجي 1 to 1 تعلمني بس كده شويه حاجات في البدايه. قال لي ماشي، وهو ستايلست اصلا بالصدفه الراجل. فقال لي طب انا اعلمك ممكن ستايلست. قلت له انا ممكن اشتغل فود فوتوغرافي، مش في بالي ستايلنج بقى خالص. فلقيته جاي عندي البيت جايب تورته وفراوله وحاجات كده، كم حاجه معاه بينظمها فبيحطها على الترابيزه بما يظبط الكاميرا على الترايبوت مش عارفه ايه. فهو بيحط الكاميرا، كنت انا حطيت الفراوله فوق لا شعوريا مش بفكر. فلف لي، وانت عايزه تتعلمي فوتوغرافي ولا ستايلنج؟ قلت له فوتوغرافي. قال لي انا شايفك في الستايلنج. قلت له ستايلنج ايه؟ انا يا دوب حطيت دي فوق دي ومش انا ما عملتش حاجه. والله زي ما بقول لك دوت ان. والله. ومن ساعتها اشتغلت معاه هو فوتوغرافي هنا ستايلنج، لغايه ما بعد كده درست بقى الفوتوغرافي مظبوط على الفود. فبقيتي بتعملي الاثنين؟ الاثنين. طب فاكره اول بروجكت اشتغلتيه؟ طبعا. وكنت خايفه ولا لا؟ لا ولا ازال اخاف ولا ازال. اي شخصيه ناجحه كده اللي قبلها يعني بعد بكره عندي تصوير في اوتيل، من دلوقتي عندي بطني وجعاني وبفكر مع هم الماي كلاينت بقالهم 5 سنين، هم حافظيني وانا حافظاهم. بس لا ازال اخاف. لا احنا نيجي معاكي بقى ياسمين وندوق بعديها. يعني بعد ما تخلصي احنا ممكن بقى نشتغل ندوق الاكل. انا عايزه اقول لك ساعات عندي بروجكتس في البيت، يعني ناس تبعت لي ما عندهمش مكان في المطعم فيبعتوا لي الاكل، زي مثلا مطعم معروف كبير بتاع ايس كريم وتورت بعتوها لي للبيت، فعربيه الايس كريم دي بره في الباب وبنزل باصحابي ممكن تبعتي لنا التورته دي؟ طب ممكن ناكل ايس كريم تروح وايس كريم تيجي. والله العظيم رايحه جايه تورت. عارفه فدي فعلا دي حقيقه بتحصل يعني. طيب نتكلم على اول بروجكت اشتغلتي فيه وكنتي خايفه، انت قلتي طبعا لحد دلوقتي بتخافي، فكلمينا عن اول بروجكت عملتيه. مش لازم تقولي اسم الشركه بس قولي. اول بروجكت عملته كان هنا في مصر، مطعم بيعمل برجرز، فكان برجرز بس. حلو قوي. وبرجرز من اصعب انواع التصوير على فكره. ليه بقى؟ لانه ساندويتش ما فيهوش حاجات حواليه كتير، هو يا دوبك البطاطس ولو في حاجه تانية، والبرجر في دماغي كله لازم يبقى في البرجر، لازم يبقى بيرفكت عشان تاكليه. طبعا. فكنت مرعوبه طبعا، هو ما يعملش غير برجر. فكان عنده حوالي 10 انواع. طلعنا رحت اليوم التصوير ده، طبعا كنت مرعوبه يعني، بس الحمد لله الحمد لله كان احلى شغل بالنسبه لي. واحنا هناك اخترعت لهم 2 برجر فوق البرجر بتاعهم اصلا. والله عملنا 2 تانيين دخلوا ده منيو كونسلتنت كمان، ده ضيف للسي في بقى. فعملنا 2 برجر زياده فوقيها، عملناها السيجنتشر بتاعهم، فكان لطيف جدا والراجل كان مبسوط وانا مبسوطه الحمد لله. الحمد لله. بص انا بعد قبل الشغل ببقى مرعوبه، اخلص ببقى مبسوطه جدا طايره كده. ببقى سعيده، وخصوصا لو كلاينت انبسط ببقى انا مبسوطه قوي يعني. بس انا عامه ببقى ما اطلعش من الشغل الا ما احس انه كله اوكي يعني. وما بحسبهاش يعني، يقول لك مثلا كام طبق، ناس بتشتغل بالطبق باليوم، اقول له انا ما بشتغلش كده، انا بشتغل لغايه ما احس اني هقع خلاص مش قادره وامشي. لازم كله احسه بيرفكت، ممكن اعيد الطبق 20 مره لو ما عجبنيش. يعني ساعات للاسف من مشاكل شغلنا الشفات، الشيف دايما بيعتبر نفسه ان هو الشيف
وهو اللي يعرف يعمل ستايلنج، فمين هتجيبي لي واحده تعلمني اعمل ستايلنج؟ فدايما عندهم الحته دي. مفيش طبعا شفات، لا دماغهم متقبله ومفيش شفات، ومزمزقين. فمره من الناس اللي مزمزقين كان عندي حد، فكل شويه اقول له والنبي يا شيف، انا طبعا قررت قبله الحكوا لي عليه قبل ما اروح. اوكي. فقابلته على جنب وقلت له شوف احنا هنشتغل مع بعض ونظبط القصه دي مع بعض، وطبعا اكيد انت اللي فاهم اكتر مني في الحته دي، يعني ايه حاول تكسبه باللطف يعني.